لاننا داخلين على مراحل جديده لمدينه الدار البيضاء والاستحقاقات الجديده اللي غادي تخلي على اننا لازم نشتغلوا كمجلس على تحسين مداخل المدينه، لان باش نوصلوا ديجا لواحد المبلغ ديال 4 مليار في التسيير فغادي خصنا باراليل تكون عندنا واحد يعني 500 مليون ما كافياش الدار البيضاء سنويا، وبالتالي خاص واحد المجهود جديد باش يمكن لينا نزيدوا في هذه الميزانيه، خصوصا ان نسبه القروض هذه السنه طلعت 69%، يعني القروض اللي تراكمات سنوات وسنوات قبل يعني وحده المدينه اللي كنخلصوا مازال هذه القروض، كنخلصوا واحد ثلاثه ديال القروض، وعاد القرض ديال البنك الدولي خلات على ان تقريبا سنه 2024 غادي تكون سنه ثقيله بالديون، ما يناهز تقريبا واحد 400 مليون ديال الدرهم ديال الديون اللي خصنا نخلصوها في سنه 2024، فهذا دليل على ان خصنا تكون عندنا مجهودات. احكام كدير لنا واحد 200 مليون درهم، قروض كدير لنا 400 مليون درهم، النظافه كدير لنا هذه السنه مليار و200، الموظفين راك شفتيو في مليار و100، فبالتالي يعني عاد زيد يعني العجز ديال النقل والالتزامات ديالنا ديال الاس دي ان، فهذا كيخلي على ان واحد مجهود جبار خصنا اليوم كنا نتحدوا عليه باش يمكن لنا نقوموا به هذه السنه، سنه التحديات. يعني حنا كنظن ان هذا المجلس اولا نفتخر بكم كمنتخبون داخل مجلس جماعه الدار البيضاء، لان الحمد لله يعني اليوم لو بيلون ديالكم جد مشرف، والنهار اللي دخلنا لدابا الحمد لله ميزانية ديال جماعة الدار البيضاء عرفات واحد نسبة الارتفاع، وأنا غنتكلم غير على المجهود الذاتي ديال الجماعة، ما فيهاش بالفعل الحمد لله اليوم كان مجهود من طرف الجماعة مازال كنأكد عليه. إذا بعض الأرقام كنظن على أن اللجنة راه اشتغلت هاد الصباح ب يعني وخدات الوقت ديالها غير من أجل الاستئناس. 2018 هادو المداخيل المدبرة من طرف الجماعة وحدها، يعني ما فيهاش لا تي جي ولا دي جي، كنا في 892 مليون درهم، 2019 طلعنا ل 971، 2020 كوفيد كنا في 2004 يعني كان واحد النسبة ديال انخفاض 9%، 2021 طلعنا ل 918، 22 طلعنا لمليار و 82 مليون، 23 طلعنا لمليار و 300، يعني هذه سنتين باش حنا هنا الحمد لله هاد النسبة ديال الارتفاع عرفت 41%. الحمد لله مجهود جد جبار ناتج على واحد مجموعة العوامل، أولا الدقة في التتبع، طبعا خصني نشكر مدام الزجاوي ما معناش اليوم، ولكن راه يعني لعبات واحد الدور مهم في التتبع في الباز دو دوني امبوغتون لا ميميغيزاسيون ديال هادشي كله، ثانيا يعني التتبع اليومي راه فغيمون يومي. رؤساء المقاطعات من هذا المنبر كنشكركم لأن درتوا واحد المجهود جد جبار، يعني المداخيل هذه السنة عرفت واحد ارتفاع جد مهم، على رأسهم المقاطعة دعين الشوق ثلاثة سيدي بريود بعدك سيدي بريود عين الشوق حي حسني حي بوحد المهدي، كنظن أن جميع المقاطعات اليوم داروا واحد المجهود جبار باش تمكنا على أننا راه كاين اللي يعني إيزون دوبلي المداخيل ديالهم باش بالمتابعة والتتبع والإشراف اليومي والاجتماعات مع الشيسيعين. طبعا كان دور مهم في لاتاكس على لي ديبي دو بواسون عرفات واحد الارتفاع مهم، لأن كان عملية ديال المراقبة من طرف جماعة الدار البيضاء، وهذا يعني كان واحد المجهود مهم. طبعا حنا ما غنوقفوش على هذا الحد، لأن انتظارات كثيرة مازال غادي نزيدو السنوات المقبلة، مازال خص المجهود يزيد يتضاعف لأن ما كافيش. عاد مليار و200 لجماعة الدار البيضاء ما كافياش، اليوم كان هاد السنة الحمد لله كان مجهود، الميزانية ديال داك العام وهاد العام تقريبا مقاربين، ولكن لا تي فيا كان 600 مليون داك العام، هاد العام غير 300، ومع ذلك استطعنا أننا نبقاو عند انتظارات ساكنة، وهذا طبعا عمل يحمد عليه. لا تي فيا عرفات واحد لاوس
زدنا من 168 مليون ل 226 مليون ديال الدرهم هاد السنة. ضريبة على محلات بيع المشروبات زدنا من 45 مليون ل 56 مليون هاد السنة. الرسوم على الإقامة زدنا من 18 مليون ل 120 مليون. فهذا كيبين على أن الحمد لله كانت مواكبة وتتبع. إذن ونرجع للنقطة اللي تراها السيد ليبي، بالفعل النفقات هذه السنة عرفت نسبة انخفاض ديال 7% لأن تمكنا من أننا نقصوا من نسبة نفقات هذا السير، وهذا هو المطلوب يعني في دوريات السيد وزير الداخلية لأن الجماعة تخلص ما أمكن من نفقات هذا السير. وبالفعل هذه السنة تمكنا أننا نخفضوا 7% من النفقات اللي ليسونسي تكون. طبعا تطبيقا للماده 203 من القانون التنظيمي التي تنص على ادراج الفائض في حاله وجوده في ميزانيه السنه المواليه برسم المداخل المثالي، وهذا اللي خلانا واللي جعلنا نديروا هذه الدوره الاستثنائيه هو هذا الفائض اللي كان خصنا اليوم نبرجوه كمجلس جماعه الدار البيضاء. وطبعا بناء على التوجيهات ديالكم ان شاء الله سوف يتم برمجه هذا الفائض في البنيه التحتيه لمدينه الدار البيضاء، وهو اللي على التالي يعني مداخل الجزء الاول 4 مليار و200، مصاريف 3 مليار و800، دونك اوتوماتيكمون الفائض الخام هو 340 مليون ديال الدرهم. الى زولنا له وبخصم تحملات الميزانيه فان الفائض الحقيقي اللي غنوصلوا له هذه السنه هو 134 مليون درهم. دونك اللي مطلوب من المجلس هو برمجه 134 مليون درهم و 908 الف درهم. تبع لذلك فإن برمجة الفائض الحقيقي الصافي ستخصص كما قلت بعد الموافقة ديالكم في مشاريع البنية التحتية لمدينة الدار البيضاء. بالنسبة للنقطة 3 فتتعلق بإلغاءات لبعض الاعتمادات في ميزانية التجهيز. طبعا للأسف ما تمكناش على أننا نحققوا هاد ونصرفوا هاد ميزانية التجهيز، وبالتالي إذا سمحتوا غادي نخفضوا 134 مليون ديال الدرهم باش نزيدوها على الفائض، وغادي تولي عندنا 270 مليون تقريبا باش يمكن لنا نبرمجوها أيضا في البنية التحتية لمدينة الدار البيضاء. النقطة 4 أيضا دراسة وتصويت على إعادة البرمجة، يعني ملي كنلغيو خصنا نعاودو نبرمجو، وبالتالي المطلوب اليوم هو إعادة برمجة هذه المبادئ. وكنظن أن لو ديتاي راه يعطيوني اللجنة، كاينة أون بارتي اللي غادا تمشي في حفر الآبار نظرا لهاد النقص اليوم ديال المياه في مدينة الدار البيضاء. كنعرفو على أن قررنا يعني ولا يلوكوليزاسيون لأن المياه ديال الدار البيضاء عندها الخصوصية أنها كتمشي في البحر، وبالتالي كاين يعني حفر الآبار كاين 65 مليون سوف تخصص لتهيئة الطرق، 47 مليون دفعات لشركة الدار البيضاء للتهيئة لتغطية تمويل بعض الاتفاقيات. هناك اليوم واحد مجموعة ديال المقاطعات تنتظر هذه المبالغ من ديال كذا أميناجمون باش يمكن لنا نبقاو في الالتزامات المالية ديالنا. النقطة الخامسة دراسة وتصويت على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية امتداد. كان من المقرر على أن جماعة الدار البيضاء هي اللي تدوز المارشي ديال لانيميريزاسيون، للأسف داز انفكتيو ونظرا لضيق الوقت، فكان متفق على أننا نكملوا في المسطرات ديال الكراء ديال المعدات المعلوماتية هذه السنة لغاية ما جماعة الدار البيضاء تمكن على أنها يعني تمكن في هذا المجال ديال الرقمنة وتقدر على أنها تدوز لو مارشي ديالها ويدوش انفكتيو. أنا ما جاش نحيدو لي بيسي، حنا يعني داخلين على سنة مهمة، وبالتالي إلى وافقتي ورا غادي نديرو اعتماد إضافي للدار البيضاء للخدمات من أجل أنها تقوم مقام جماعة الدار البيضاء من أجل كراء المعدات الإلكترونية نيميرو.